أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيكون أجداء بيننا وبينكم الجنائز. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ولا نحصي ثناء على ربنا فهو كما أثنى على نفسه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. ولا حول ولا قوة إلا بالله. أخذنا في الدرس السابق المضطرب، قبل ذلك المهمل. المراد بالمهمل من أسماء الرواة عندك؟ من سمي باسم يتسمى به عدد من الرواة لم ينسبه الراوي، لم يصفه بما يميزه. حسنت. ما الحكم في رواية من ما اسمك أنت؟ منين؟ ما الحكم في رواية المهمل يا سلمان؟ فاجأناك بالسؤال، عندك ها؟ ضعيف. عندك حسن؟ إذا تردد بين ثقات فيقبل، لأنه سواء رجح أنه فلان أو فلان فهو ثقة، فهو متردد بين ثقات ما يضر. وإذا كان متردد بين ثقة ومجهول وضعيف، أو ثقة ومجهول، أو ثقة وضعيف، فهو على الضعف، لأننا لم نتحقق العدالة بالضبط. المضطرب، الحديث المضطرب هو الذي حتى نعم الذي اجتمعت فيه شروط. ما هذه الشروط عندك؟ أولا اختلاف الروايات على نعم على أوجه، تختلف الرواية على أوجه سواء في الإسناد أو في المتن. عندك محمد؟ تكافؤ الطرق في القوة، تكافأ تساوت الطرق في القوة. ثالث، أن يكون الاختلاف على راو لا يحتمل حفظ تلك الأوجه كلها، لا يحتمل تلك حفظ تلك الأوجه كلها كما يحصل من الحفاظ يحفظ الحديث على أوجه. فما الحكم في المضطرب؟ قسم الضعيف، حتى ولو كانت أوجه الخلاف كلها صحيحة. عندك خليل؟ ولو كانت أوجه الخلاف صحيحة لأنه يشعر بعدم ضبطه للحديث، فلا يؤمن أن يوجد طريق أخرى لم تذكر، يعني وجه آخر لم يذكر. فإذا كان في أوجه الاختلاف من هو متروك أو شديد الضعف أو كذاب، فمضطرب شديد الضعف، لأن في أوجه الخلاف شديد من هو شديد الضعف. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف عفى الله تعالى عنه: زيادات الثقات. قال: ما يزيده الثقات من الزيادات في الإسناد أو المتن فإنها مقبولة، إلا أن يكون قد خالف من هو أوثق منه، بأن يكون الذي لم يزد الزيادة أتقن، بأن يكون الذي لم يزد الزيادة أتقن وأضبط أو أكثر عددا ممن زادها، فتكون حينئذ مردودة من قبيل الشاذ. وهذا نوع مهم من أهم الأمور، لأنه ينبني عليه الحكم بالتعليل، وهو الذي بعد الشاذ والمنكر والمعلل، تنبني على هذه المسألة، وهي إذا زاد الثقة زيادة في الإسناد أو في المتن، وجميع الثقات يخالفون لم يذكروا تلك الزيادة. فمثلا جميع الثقات يروون الحديث عن سعيد بن المسيب عن النبي صلى الله عليه وسلم، رواه عنه على ذلك مثلا الإمام مالك
والزهري والليث بن سعد وآخرون يروونه عن سعيد بن المسيب مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يخالفهم راو في حفظه شيء أو حتى ولو كان ثقة فيرويه عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر أبا هريرة، زاد في الإسناد. فهذه الزيادة من هذه الثقة تعتبر شاذة لأنه قد خالف من هو أوثق منه، فالحفاظ يروون الحديث بدون زيادة أبي هريرة مرسل، وهو زاد في الإسناد عن أبي هريرة سلك الجادة، فإن سعيد بن المسيب معروف بالرواية عن أبي هريرة فهو سلك ما هو مشهور ومحفوظ، سلك الجادة أي الطريقة المشهورة التي هي عرف أن سعيد بن المسيب في الغالب يروي عن أبي هريرة فهو سلك على ما هو مشهور. فالحفاظ يرونه عن سعيد بن المسيب عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل، والمرسل من قسم الضعيف، فيأتي راوي ويخالف ثلاثة حفاظ أربعة حفاظ، فيأتي يروي عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيقال هذه الزيادة ليست مقبولة، هذه الزيادة شاذة، والمحفوظ هو المرسل، وقد امتلأت كتب العلل في تعليل زيادات الثقات، فمن الخطأ ما اشتهر في كتب الفقهاء والأصوليين، بل حتى دخل في كتب المحدثين أن زيادة الثقة مقبولة بدون تفصيل، هذا خطأ، زيادة الثقة تقبل إذا لم يخالف من هو أولى منه ومن هو أوثق منه. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في نزهة النظر، وهذا الخلاف جاري على أشياء كثيرة منها أيضا الاختلاف في الوقف والرفع، فمثلا اختلفوا في الزهري، فالحفاظ يروون عن الزهري كالإمام مالك ونعم وعقيل ويونس بن يزيد الأيلي والليث بن سعد يروونه عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة من قول أبي هريرة، ثم يأتي واحد مثلا معمر وإن كان ثقة إلا أنه حصلت له بعض الأخطاء في الزهري، يرويه عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا، فالحفاظ يرون عن أبي هريرة موقوف، فيأتي راو ويخالفهم فيرويه عن أبي هريرة مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهنا زاد الرفع، فالزيادة من الثقة هنا غير مقبولة لأنه خالف من هو أولى منه ومن هو أحفظ منه. فإطلاق كثير من الفقهاء والأصوليين وبعض المحدثين أن الزيادة من الثقة مقبولة إطلاق غير صحيح، بل الزيادة من الثقة قد تكون مقبولة وقد تكون غير مقبولة. فلو حصل الاختلاف بين إمامين، فمثلا الزهري اختلف عليه مالك والليث بن سعد، فمالك رواه موقوف والليث رواه مرفوع ولم يوجد اختلاف أكثر من ذلك، فيقال يحمل على الوجهين لأن كلاهما إمام، مالك إمام والليث إمام، فيكون قد رواه مرفوعا وموقوفا، روي مرفوعا وموقوفا، فهنا تقبل الزيادة، زيادة الرفع تقبل لأنه لم يخالف من هو أولى منه. إذن زيادة الثقة ليس لها حكم مضطرد على حسب القرائن على حسب عدد الرواه وعلى حسب الحافظ، فقد يزيد حافظ زيادة ويخالف من هو أولى منه، يخالف من هو منهم أكثر منه عددا ولكنهم ليسوا مثله في الحفظ فتقبل زيادته، فمثلا الثوري يخالفه ثلاثة من الثقات مثلا، فالثوري مثلا يروي الحديث نعم متصل عن النبي صلى الله عليه وسلم والثلاثة رواه منقطع، فقد تقدم رواية سفيان الثوري لأنه أحفظ من عدد كبير من الثقات. فنظر الحفاظ إلى القرائن سواء من حيث العدد عدد الرواه، من حيث الحفظ، من حيث الملازمة للراوي أيهم ملازم أكثر وأيهم أتقن، وأيضا من الذي خالف الجادة المحفوظة، فالذي يخالف الجادة قد يكون عنده زيادة علم وحفظ
ما معنى يخالف الجادة المحفوظة عندك يا محمد؟ الطريقة المشهورة مثلا رواية أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، طريق مشهورة. فلو أن رجلا روى هذا الحديث عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، وثقة آخر رواه عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي سعيد مثلا، فالذي خالف الطريق المشهورة قد يكون أحفظ. هذه من القرائن، من القرائن التي ترجح روايته، لأن تلك تأتي إلى الذهن فيخطئ الإنسان لأنها مشهورة، والذي يخالف الطريق المشهورة قد يكون عنده زيادة حفظ. على كل، زيادة الثقات لها ليس لها حكم مضطرد، فقد تقبل وقد ترد على حسب القرائن وعلى حسب من زادها ومن لم يزدها. قال: ما يزيده الثقات من الزيادات في الإسناد أو المتن فإنها مقبولة، إلا أن يكون قد خالف من هو أوثق منه، بأن يكون الذي لم يزد الزيادة أتقن وأضبط أو أكثر عددا ممن زادها، فتكون حينئذ مردودة من قبيل الشاذ. قال الحافظ بن حجر رحمه الله في نزهة النظر: والمنقول عن أئمة الحديث المتقدمين كعبد الرحمن بن مهدي ويحيى القطان وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي بن المديني والبخاري وأبي زرعة وأبي حاتم والنسائي والدارقطني وغيرهم، اعتبار الترجيح فيما يتعلق بالزيادة وغيرها، ولا يعرف عن أحد منهم إطلاق قبول الزيادة. الله أكبر، هذا نقل طيب عن أئمة الحديث والعلل والحفاظ، ليس لهم إطلاق. وما جاء عن البخاري أنه قال زيادة الثقة مقبولة، فذاك في حديث بعينه، في حديث لا نكاح إلا بولي، حديث أبي موسى، روي مرسلا وروي متصلا، فقال البخاري زيادة الثقة مقبولة أي في هذا الحديث، وليس حكما مضطردا في كل زيادة، لأن ذاك الحديث وجدت من القرائن ما رجح فيه تصحيح الزيادة. وقد تكون الزيادة في المتن الذي ذكرناها أمثلة في الإسناد في المتن أيضا، كما سيأتي معنا في في أمثلة في الشاذ وفي المنكر بإذن الله. فمثلا الرواة يذكرون الحديث بلفظ ويأتي راوي يزيد فيه لفظة، كما سيأتي معنا في زيادة فليرقه: إذا ولغ الكلب في ناحدكم فليرقه ثم ليغسله 7 مرار. زادها علي بن مسهر والحفاظ لم يذكروها. قال المؤلف عفى الله تعالى عنه الشاذ، قال الإمام ابن الصلاح رحمه الله في علوم الحديث: روينا عن يونس بن عبد الأعلى قال: قال الشافعي رضي الله عنه: ليس الشاذ من الحديث أن يروي الثقة ما لا يروي غيره. إذا روى الثقة حديثا انفرد به فهذا غريب، مفرد، حديث مفرد، كحديث إنما الأعمال بالنيات، حديث مفرد لم يروه إلا عمر، ولم يروه عن عمر إلا علقمة، ولم يروه عن علقمة إلا محمد بن إبراهيم، فهذا انفرد بحديث كامل. ليس الشاذ من الحديث أن يروي الثقة ما لا يروي غيره، إنما الشاذ أن يروي الثقة حديثا يخالف ما روى الناس، هذا هو تعريف الشاذ، أن ينفرد الراوي أو أن يخالف الثقة ما رواه الثقات. قلت وانتهى كلام الصلاة. قلت وأضبط في العبارة أن يقال مخالفة المقبول لمن هو أولى منه. إذن تعريف الشاذ مخالفة الراوي المقبول لمن هو أولى منه. المقبول دخل ماذا شمل عندك اسمه؟ شمل المقبول الثقة والضبط الصدوق، الثقة ومن كان خفيف الضبط،
المقبول، مخالفة المقبول لمن هو أولى منه، أولى منه دخل فيه العدد والكمية والكيفية، قد يكون أكثر، قد يكون أكثر عددا منه، ثقات أولى منه أي أكثر عددا، أو بالحفظ يخالف ثقة، يخالف حافظ من الحفاظ وإمام من الأئمة. إذن هذه العبارة أضبط، وهي من عبارات الحافظ بن حجر رحمه الله في نزهة النظر، مخالفة المقبول لمن هو أولى منه. قال: ويطلق الأئمة المحدثين، المحدثون وصف للأئمة، والأئمة فاعل. ويطلق الأئمة المحدثون، ويطلق الأئمة المحدثون على تفرد من لا يحتمل، لا يحتمل تفرده من ذوي الأوهام وسوء الحفظ الشاذ والمنكر. إذن الشاذ أيضا قد يطلق على تفرد راوي ضعيف، يعني راوي في حفظه شيء. فمثلا محمد بن عمرو بن علقمة ممن يحسن حديثه، لكن قد ينفرد بحديث لم يتابع عليه ولم يروه أحد، فهذا لا يحتمل تفرده، يطلقون عليه شاذ أو منكر. إذن الشاذ مخالفة المقبول لمن هو أولى منه. وقد يطلق أيضا الأئمة والمحدثون الشاذ على تفرد الراوي الذي لا يحتمل تفرده، وهذا كثير، تجد في كتب المحدثين كثيرا من هذا، لا سيما في كتاب ميزان الاعتدال للذهبي والكامل لابن عدي، فما أكثر الأمثلة على هذا، يكون الراوي في حفظه شيء وتجدهم قد ذكروا له أحاديث تفرد بها، ويقولون أنكر عليه حديث كذا وكذا، أنكر عليه حديث كذا وكذا، وهو ممن يحسن حديثه لكنه لا يحتمل التفرد، حيث إنه حديث لم يروه غيره فيغلب على الظن عدم حفظه، لأنه مثلا يأتي يتفرد عن مالك بحديث، طيب أين طلاب مالك الثقات الحفاظ الذين لازموه وأخذوا عنه؟ ما جاء إلا من طريق هذا الرجل الذي في حفظه شيء. إذن هذه قرينة عند الحفاظ أنه لم يحفظ، أنه دخل عليه وأنه وهم. فعلم العلل وعلم علم العلل والحكم بالشذوذ والنكارة من العلوم الغامضة التي يوفق الله لها المحدثين ويدركون العلة بالقرائن. ويطلق الأئمة المحدثون على تفرد من لا يحتمل تفرده من ذوي الأوهام وسوء الحفظ الشاذ والمنكر. ما إعراب الشاذ عندك؟ نعم، أفعل بلا أي فعل. ويطلق، يطلقون عليه الشاذ والمنكر، والمنكر معطوف عليه. قال الإمام ابن الصلاح رحمه الله في علوم الحديث: فخرج من ذلك أن الشاذ المردود قسمان، أحدهما الحديث الفرد المخالف الذي حصلت فيه المخالفة، وهو التعريف الأول، مخالفة المقبول لمن هو أولى منه، والثاني الفرد الذي ليس في راويه من الثقة والضبط ما يقع جابرا لما يوجبه التفرد والشذوذ من النكارة والضعف، والله أعلم. هذا الثاني، هذا النوع الثاني الذي يتفرد بحديث لا يحتمل تفرده. حكم الشاذ: ما حكم عليه بالشذوذ فإنه من قبيل الضعيف، بل إنه يكون مما لا يقبل بالشواهد،
لأنه تبين أنه خطأ من الراوي ولا يستشهد بالخطأ، أنه غلب على الظن أنه خطأ غلط، والغلط لا يستشهد به. الشاذ يقبل حتى في الشواهد لأنه قد غلب على الظن أنه خطأ، وإنما يستشهد بما يحتمل الخطأ والصواب بسبب سوء الحفظ. أما قد حكمنا عليه بالشذوذ والنكارة فلا يقبل بالشواهد. قال مثال الشاذ: قال الإمام مسلم رحمه الله في الصحيح: حدثني علي بن حجر السعدي قال حدثني علي بن مسهر قال أخبرنا الأعمش عن أبي رزي وأبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله 7 مرار. قال الحافظ بن حجر رحمه الله في فتح الباري: قال النسائي: لا أعلم أحدا تابع علي بن مسهر، مع أنه ثقة. قال النسائي: لا أعلم أحدا تابع علي بن مسهر على زيادة فليرقه، يعني جميع الحفاظ الذين رووا الحديث عن الأعمش يروونه بلفظ فليغسله 7 مرات ولا يذكرون زيادة فليرقه، مع أن معناها صحيح فليرقه وما سيغسل الإناء إلا إذا أراق الماء الذي فيه، ولكنها زيادة لم تثبت في الحديث. قال النسائي: لا أعلم أحدا تابع علي بن مسهر على زيادة فليرقه. وقال حمزة الكناني: إنها غير محفوظة. وقال ابن عبد البر: لم يذكرها الحفاظ من أصحاب الأعمش كأبي معاوية وشعبة. إذن هذه زيادة من ثقة ولكنها مردودة، لأن الثقات الآخرين لم يذكروها. قال ابن عبد البر: لم يذكرها الحفاظ من أصحاب الأعمش كأبي معاوية وشعبة. أبو معاوية هو أثبت من روى عن الأعمش، فقد لازمه كثيرا جدا طويلا جدا. وقال ابن مندى: لا تعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم بوجه من الوجوه إلا عن علي بن مسهر بهذا الإسناد. وقال الإمام أبو داود رحمه الله، هذا مثال للمخالفة والمثال الذي بعده للتفرد. وقال الإمام أبو داود رحمه الله في السنن: حدثنا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم النيسابوري قال حدثنا موسى بن عبد العزيز حسن الحديث إلا أنه تفرد بهذا الحديث وأخطأ فيه. قال حدثنا الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للعباس بن عبد المطلب: يا عباس يا عماه، ألا أعطيك؟ ألا أمنحك؟ ألا أحبوك؟ ألا أفعل بك 10 خصال؟ إذا أنت فعلت ذلك غفر الله لك ذنبك أوله وآخره، قديمه وحديثه، خطأه وعمده، صغيره وكبيره، سره وعلانيته. 10 خصال، هذه صلاة التسابيح، وهو أحسن حديث ورد في صلاة التسابيح وهو معلم. أن تصلي 4 ركعات، تقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وسورة، فإذا فرغت من القراءة في أول ركعة وأنت قائم قلت سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 15 مرة، ثم تركع فتقولها وأنت راكع 10، ثم ترفع رأسك من الركوع فتقولها 10، ثم تهوي ساجدا فتقولها وأنت ساجد 10، ثم ترفع رأسك من السجود فتقولها 10، ثم تسجد فتقولها 10، ثم ترفع رأسك فتقولها 10، فذلك 75 في كل ركعة، فذلك 75 في كل ركعة، تفعل ذلك في 4 ركعات فتصير 300 تسبيحة. إن استطعت أن تصليها في كل يوم مرة فافعل، فإن لم تفعل ففي كل جمعة مرة، فإن لم تفعل ففي كل شهر مرة، فإن لم تفعل ففي كل سنة مرة، فإن لم تفعل ففي عمرك مرة. في إسناده موسى بن عبد العزيز قال ابن معين: لا أرى به بأسا. وقال النسائي: ليس به بأس. وقال ابن حبان: ربما أخطأ. وقال أبو الفضل السليماني: منكر الحديث. وقال ابن المديني: ضعيف.
قال الحافظ بن حجر رحمه الله في التلخيص الحبيب حديث ابن عباس يقرب من شرط الحسن إلا أنه شاذ لشدة الفردية فيه إنه لم يتابع مسلم عبد العزيز، وعدم المتابع والشاهد من وجه معتبر، ومخالفة هيئتها لهيئة باقي الصلوات. وموسى بن عبد العزيز وإن كان صادقا صالحا فلا يحتمل منه هذا التفرد. هذا على أساس أنه تفرد فقط، ثم وجدنا بعدها أنه أيضا قد حصل فيه أنه معروف بغير هذه الطريقة، وهي التنبيه الذي بعدها. قال الحافظ بن حجر رحمه الله في إتحاف المهرة: قلت ذكره ابن المديني في العلل فقال هو حديث منكر. هذا يدل على الحفاظ يطلقون المنكر والشاذ بمعنى عند تفرد بعض الرواة الذي لا يحتمل تفرده، منهم من يطلق عليه النكارة ومنهم يطلق عليه الشذوذ. فتقدم الحافظ يطلق عليه الشذوذ وهنا قال منكر. قلت ذكره ابن المديني في العلل فقال هو حديث منكر، وقال رأيته في أصل كتاب إبراهيم بن الحكم بن أبان عن أبيه موقوفا على عكرمة. إذن هذا هو المعروف بالحديث، قال رأيته في أصل كتاب إبراهيم وابن الحكم بن أبان ولد الحكم عن أبيه موقوفا على عكرمة من قول عكرمة. وموسى بن عبد العزيز راويه منكر الحديث وضعفه، فموسى بن عبد العزيز وهم في الحديث تفرد به منكر عليه. خلصنا من هذا أن زيادة الثقة ما حكمها؟ من ليس يجيب عندك يا عمر؟ نعم، زيادة الثقة قد تقبل وقد لا تقبل، ما الضابط؟ متى نقبلها ومتى نردها؟ أمن يبين عندك توفيق؟ فماذا يصنع الحفاظ في الترجيح؟ ينظرون إلى القرائن، فقد يقبلونها إذا دلت القرائن على أنه حفظها، وقد يردونها إذا خالف من هو أحفظ وأضبط أو وجدت القرائن التي تدل على أنه وهم فيها. إذن القرائن كثيرة، إما بعدد الرواة وإما بحفظهم وإما بملازمة الراوي وإما بسلوك غير الجادة وما أشبه ذلك. هذا هو صنيع الحفاظ. ما تعريف الشاذ عندك؟ مخالفة المقبول لمن هو أولى منه، ويطلق الشاذ أيضا على تفرد من لا يحتمل تفرده. الشاذ إما مخالفة المقبول لمن هو أولى منه، أو مخالفة من أو تفرد من لا يحتمل تفرده من ذوي الأوهام. هل يقبل بالشواهد الشاذ والمنكر؟ لا يقبل، لأن الراجح فيه أنه خطأ، والخطأ لا يستشهد به. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.